بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد العوامي، مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالخدمات الصحية بنغازي. العمل في مجمع تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بدأ في 25/8 وما زال مستمر حتى الآن. العمل يبدأ من 9 صباحا وحتى 6 مساء، ويتم استقبال المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق. طبعا الإقبال في بداية العمل وصل إلى 1700 في اليوم. كنا نعطي في جرعة واحدة، والآن طبعا نعطي في جرعة أولى وثانية. المتوسط الآن ما بين الأولى والثانية يعني ما بين 1300 إلى 1600. المجمع طبعا تم يعني تجهيزه ليستقبل عدد كبير من المواطنين. عندنا 38 محطة، عندنا عدد كبير من مدخلي البيانات، عندنا أيضا أطباء، عندنا مشرفين، وبالتالي هذه دعوة لكل أهلنا في بنغازي اللي ما خذوش الجرعة الأولى من التطعيم بإمكانهم الحضور إلى هذا المركز وأخذ الجرعة المقررة، خاصة أن الوضع الوبائي حقيقة يعني لا يسر، خاصة في المنطقة الشرقية يعتبر مقلق جدا، وبالتالي التطعيم يعتبر من أهم سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى أهمية التباعد الجسدي وغسل اليدين أو التطهير بالكحول وارتداء الكمامة، يعني خاصة في الأماكن المغلقة والأماكن المزدحمة.